احنا شفنا مشاهد جميله للاستاذ فوزي الجزائري جدك وعمتك احسان. تمام، احكي لي بقى ايه حكايه عيله الجزائري دي كلها؟ العيله كلها فنيه جامده جدا يعني. هو جدي بدايته كانت في المسرح المتجول، وكانت مساله شخصيه كده، كل واحد بيجيب قفه كده بيحط فيها بطانيه وهدوم وبتاع، وكانوا بيتجولوا ووصلوا لحد غزه، وهناك اتعرف على جدتي مريم الجزائر اللي كان اسمها مريم غزال. كان زمان الستات تقعد في المسرح قدام والرجاله ورا، فاعجبت بيه واعجب بيها، وعشان كان التمثيل عيب ساعتها فهربت معاه وجت مصر وسمت نفسها مريم الجزائري عشان خاطر ما يبقاش اسمها مريم غزال عشان ما حدش من اهلها يعرفها. بس هي بقى مثلت في الروايات اللي هي الكلاسيك، وهو اتجه للتمثيل الكوميدي. هم اول ناس دخلوا السينما مصر سنه 1917، عمل اول فيلم كان مدته 300 ياردة يعني 3 دقايق، كان بطولة فوزي الجزائري، مريم الجزائري، الطفل المعجزة حين ذاك فؤاد الجزائري، وده كان أول فيلم كان صامت. لما بقى السينما اتطورت شوية حمل بقى سلسلة أفلام بحبح وأم أحمد اللي هي، وكان هو وعمتي وبابا يخرج وهم كلهم ينتجوا، وكانت العملية كده يعني إيه مقفولة عليهم بقى إلى أن قدر الله أمر كان مفعولا. الحقيقه هما يعني سيرتهم عطره وجميله، وتاريخهم كله تاريخ مشرف للسينما المصريه يعني. الحقيقه كل الاعمال القديمه اللي احنا بنحبها جدا هما اللي عاملينها. وهقول لحضرتك حاجه، يعني مش هما بس، كل الجيل ده كان ليه دور وطني. يعني كان في احتلال انجليزي، وكان هما ونجيب الريحاني وعلي الكسار كان حتى مسارحهم يبقوا مثلا بيعملوا مسرحيه عاديه، وكان عندهم نضوجيه على الباب. لما بيلاقوش حد من الانجليز او عساكر الانجليز كانوا بيقفلوا الباب، وكانوا بيغنوا اغاني وطنيه وحماسيه وخلوا الجمهور يغني معاهم. اول ما يحسوا ان في حد يعني من مسؤولين الانجليز جايين بيغيروا ويعملوا المسرحيه، ومسارح كتيره اتقفلت في الوقت ده بسبب نشاطهم الوطني او نشاطهم السياسي. وانا بعتبر ان تكريم الفنانين القدام مش تكريم لهم هم بس، هو تكريم للوطن، لان هم كانوا موجودين في فترة كان في احتلال انجليزي في مصر، ولكن ما حدش فيهم طلع الحارة المصرية وحشة، ما حدش لغى الهوية المصرية، ما حدش طلع الستات وحشة، عكس الافلام اللي احنا بنشوفها النهاردة. رغم ان احنا النهاردة مش ما فيش سلطان علينا من حد، لكن في افلام كتيرة بتتعمل دلوقتي لاضاء اعداء الوطن، زي سينما العشوائيات وسينما البلطجية، فده طبعا إساءة للوطن، وده أعداء الوطن الداخلي.